وانت بتعرفهم على نفسك، بتقول لهم انا فلان الفلاني اشرف امين رئيس القسم العلمي بجريده الاهرام المصريه. وطبعا اكيد اللي انت قلت لها احمد دكتور احمد زويل وكذا عرفت ان انت مصري. حديثهم معاك من ناحيه الاهتمام الصحافه المصريه بالجوانب العلميه، اقبالهم على انهم يعملوا حوار يعني يترجم للغه العربيه، يعني احكي لي عن رؤيتهم وفكرهم تجاه الصحف العربيه او الميديا العربيه وخاصه العلميه. هو طبعا يعني عشان عائق اللغه مش يعني ما كانش فيه فرصه أنا. في بعضهم يعني واحده منهم قالت لي انت اول صحفي من مصر، فانا كنت سعيد بهذه الفكره. بس بعد كده واحنا بنتكلم يعني مثلا طبعا النقطه بتاع الدكتور زويل دي كانت نقطه مشتركه فتحت مجال للحوار. وحد تاني مثلا زي الدكتور محمد حسن اللي بيشتغل في الولايات المتحدة على بحوث الاتوساكن اللي هي تكملة شغل أنري ليه، فإن يبقى فيه نقط. إيه محمد حسن مصري ولا؟ مصري بيشتغل هو من تلامذة الدكتور زويل وبيشتغل على الجزء اللي العالمة الفرنسية بتكمل عليه وليه أبحاث مهمة جدا يعني، ويا رب في السنوات الجاية يعني نسمع عنه أخبار حلوة يعني من ضمن الناس. هتكلمنا عن نجاحات المصريين المختلفة اللي انت برضو بترصدها في الصفحة عندك ومهتم بيها، بس كمل لي نقطة يعني كان عندهم شغف انهم يتكلموا عن جوائزهم وعن مشوارهم وعن حياتهم لصحافة عربية. والله هم غالبا طبعا لان اتعمل معهم حوارات كتيره فبيوصلوا لمرحله تشبع وكل المحتوى بيبقى موجود، فبيبقى التحدي اللي هي زاويه التناول او الحوار. انا حضرتك ركزت على الجانب الانساني، ده نقطه. النقطه الثانيه اللي هي ممكن تبقى مهمه لينا كدول عالم نامي، ان الشغل اللي بيعملوه ده شغل بيحتاج تكاليف فلما بتكلم على تحديات انه مواكبه البحث العلمي الدولي وما الى ذلك، بيبقى كان عندهم ردود مهمة جدا، وهي طبعا بيحاولوا يقولوها بأمثلة بس كانت فعلا مؤثرة، انه العلم هو قاطرة التنمية في اي دولة. مفيش دولة من اقصى الشرق لاقصى الغرب ما كان لما رهنت على العلم ما خسرتش، سواء على المستوى الاقتصادي، على مستوى الافكار المستقبلية، على مستوى التحديات. والنماذج بقى من اول كوريا الجنوبية كانت ازاي وصلت لفين، الهند وما الى ذلك. فانا كنت بحاول اناقش النقطة دي معاهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية او امكانيات الدول وما الى ذلك، وكان بيحاول ونقعد نفكر واسالهم طب ازاي في ظل الامكانيات المحدودة، انت بتشتغل في معامل مثلا في البلاد اللي انت فيها صعبة انها تتوافر في بلاد تانية في الدول النامية. فكانوا بيردوا عليا بيقولوا لي ممكن لو في تكاتف ان يبقى تركيز على قضايا معينة ذاتها أولوية، وان اكيد الرهان على العلم هو رهان ناجح. اخر نسخة حضرتك كنت موجود فيها مثلا من المؤتمر، اكتر القضايا او القضية الاولى بالنسبة لهم اللي كانت مطروحة وبيفكروا فيها؟ النقاشات كانت طبعا زي ما اللي بنناقشه في مصر هو اللي بنتناقش في العالم، وخاصه لو انت مواكب للترند. فالمواضيع بتاعه الذكاء الاصطناعي طبعا مواضيع مهمه جدا، التطور في صناعه الاجهزه بتاعه الحواسب زي الكمبيوتر الكمي، تغير المناخ دي قضيه عالميه جدا، وبيبقى الطرح كالتالي لو مثلا حاجه قضيه زي تغير المناخ دي المشكله والطاقات المتجدده، العلم ممكن يبقى ليه دور فيه، يقدر يساهم في ده ازاي. فكان يبقى فيه المشكله والتساؤلات. الجوانب بتاعه الذكاء الاصطناعي طبعا اللي هي اكتر تساؤل دلوقتي، الجوانب الاخلاقيه وفين الانسان وفين الاله ومستقبل العمل وما الى ذلك. فكان من ضمن الحاجات اللي كانت ظريفه ان كنت حاسس انه الأسئلة ممكن تكون متقاربة، بس طبعا وجود قامات وناس بتفكر وعندها خبرات مختلفة كان في ومشاركتها كانت بتعمل إثراء للحوار بشكل كبير جدا يعني. يعني دايما بنقعد نتكلم على علمائنا المميزين في المجالات المختلفة ونقول زمان كان عندنا مشرفة سميرة موسى، دكتور زويل، عندنا نجاحات في مجالات مختلفة للشباب المصري يعني متعددة ومتميزة سواء جوه مصر أو برا مصر، وحريص على أنك ترصدها من وقت لآخر في الصفحات المتخصصة بالصحافة العلمية في الأهرام. مين أبرز الأسماء اللي ممكن تعرفنا عليها وجاي على بالك دلوقتي؟ عارفة طبعا رصيد كبير وطويل وسنوات من العمل، لكن بتأكيد في نماذج كده ما بتقدرش تنساها وبتتابع كمان نجاحاتها في مجالاتها المختلفة. والله يعني
في باحثين وعلماء مهمين جدا بيشتغلوا في مصر وبيعملوا شغل مهم جدا زي دكتور هشام سلام وفريقه البحثي في طبعا. موضوع الحفريات الفقارية. حجم الإسهام اللي بيعملوه سواء في الأبحاث اللي بتتم في الصحراء في مصر، وان هم يكونوا فريق بحثي بيقدر يرصد للحفريات ويسجلها ويبقى يعني عنده مركز بحثي بذات الأهمية أسوة بما يتم في كل دول العالم، فده بيضع مصر على الخريطة العالمية في النوع ده من الدراسات بشكل مهم. في ناس بتعمل شغل برضو مهم جدا في كليات الطب، سواء بالتعاون مع مثلا الدراسات اللي بتتعمل على الموميا، الموميات المصرية، وكل شوية بيطلعوا بمعلومات جديدة، بأسرار ما زال. وفي باحثين مصريين مهمين جدا اسهاماتهم يعني بقت خلاص بقت علامه مسجله، يعني زي ماهر القاضي في شغل البطاريات، وهو ليه وهو من خريجين كليه علوم القاهره. في يعني الدكتور محمد حسن زي ما لسه كنا بنتكلم عليه على بحوث الاتوسان، دكتور محمد سلمان، وهو برضو كان من النماذج المصريه المشرفه في القطب الجنوبي مع التلسكوب العملاق جيمس ويب والبعثه الامريكيه هناك. والظريف في الاجيال الاصغر اللي الواحد عمال يواكبهم ان هم اكثر تواصلا مع الشباب في مصر بحكم السوشيال ميديا، صفحاتهم هم نشيطين جدا عليها، فبيبقى في تفاعل، بيبقى انفتاح اكبر بالنسبه للموضوع، سواء على بشكل لحظي لما بيبقى في اي اخبار او بان هم بيكلموا بيردوا. يعني احنا برضو محظوظين ان احنا بنعيش في فتره حجم التواصل في العوالم الافتراضيه والسوشيال ميديا اكبر، بحيث ان انت ممكن تبقى هم كمان ادركوا ان التواصل مع الناس جزء مهم من شغلهم، وما كانوا الاول المعمل هو مكانهم اللي بيرفضوا حتى احيانا في وقت كبير انهم يجروا حوارات تلفزيونيه او صحفيه، انا مكاني في المعمل انا مش هعرف اتكلم واوصل المعلومه للناس، لكن دلوقتي بقى في قدره على التحاور والمشاركه وتبسيط العلم، وده جزء مهم كمان من دوركم كصحافه علميه. بينافسونا دلوقتي يعني بقى ليهم جماهير يعني منهم للناس على طول، وبالعكس يعني في منهم ناس عندهم مهارات التواصل وشرح المحتوى بشكل مبهر جدا، واصبح يعني. في كمان بعضهم يا فندم يعني بيشتغل على فكره تبسيط العلوم، وده حقيقي. توجه موجود، ده حقيقي. ولكن الصحافه العلميه اللي احنا بدانا كلامنا عنها في مصر مثلا على سبيل المثال، والاقسام وعند حضراتكم في الاهرام وغيرها من الصحف، ازاي بتساعد تحديدا هنا هخصص شباب الباحثين ان هم يوصلوا سواء بالنسبة للجمهور ان هم يطلعوا على فكرة العمل واعمالهم العلمية واكتشافاتهم العلمية، او المسؤولين كمان، لان ده بالتأكيد بيوصلهم بالمسؤولين، ممكن مسؤول يشوف يقرأ صحيح. البحث بتاعه ويقرأ خبر عن الخبر الخاص بالاكتشاف بتاعه والابتكار بتاعه، ازاي ده ممكن يساعدهم؟ والله انا يعني بيتهيألي الشباب دلوقتي وخاصة اللي بيتخصصوا في المجالات البحثية المختلفة بقوا ملمين بأهمية التواصل العلمي. يعني احنا في السنين الأخيرة دي كان في مسابقة ظريفة جدا بتحصل في مصر اسمها مختبر الشهرة، كانوا بيدوروا على الباحثين الصغيرين يطلعوا على المسرح يتكلموا لمدة 3-4 دقايق ويشرحوا مواضيعهم بشكل بسيط، ومن نتائج الظريفة يعني اللي خرجت انه مثلا الدحيح طلع من الغندور، احمد طلع من ضمن الناس دول، الغندور وكان كان اصلا بيدرس في الجامعة الأمريكية في تخصص علمي، وفي اول اختبار فيها ما توفقش يعني. وديك شايف دلوقتي هو من اهم المؤثرين في مجال التواصل العلمي. فالاجيال الاصغر بقت ملمة بالمهارات المتعددة اللي محتاجها الباحث، مش بس انه يبقى ملم بالمحتوى بتاعه بس، كمان انه يعرف يقدمه بشكل كويس وانه يعرف يتواصل مع الناس. وتاني الفرص واللي اتيحت من خلال منصات التواصل الاجتماعي بقت فرصة تعلم وتبادل الخبرات لا نهاية لها، وده كمان مش بس بيجيب له فرصة انه يوصل للناس، لا كمان يقدر يسوق شغل بتاعه ويقدر يجيب تمويل لأبحاثه سواء اللي بتتم في مصر او انه هو بيجري أبحاثه بالاشتراك مع جامعات بره او هيئات دولية بره. فالأجيال الأصغر دلوقتي اكثر وعيا بتحديات المستقبل واكثر الماما بالمهارات المتعددة اللي لازم يكتسبوها، ومن ضمنها طبعا التواصل العلمي. بتشوف الى اي مدى
يعني احنا مواكبين من في التخصصات المختلفة بعدد الباحثين اللي عندنا بعدد الإسهامات العلمية الموجودة المصرية، إلى أي مدى إحنا قادرين نكون مؤثرين في الجوانب العلمية المختلفة عالميا ومحليا، ونقدر نخرج مخرج علمي جيد من غير ما نقول لا ده إحنا زمان كنا، لا ده إحنا مش عارف مش مواكبين. الكلام اللي بنسمعه أحيانا وبحس إن هو بيبقى عشان الناس مش بتقدر تبقى ملمة قوي بكل التفاصيل بتاعت كل المجالات. يعني في إسهامات، بس أنا طول الوقت بحس إن مش كفاية، احنا اكتر من 100 مليون، فال 100 مليون يعني 100 والتلتين الشعب شباب، ففكره الرهان على المستقبل والافكار وما الى ذلك، انا بحس انه اللي موجودين مؤثرين ومحققين نجاحات سواء على النطاق المحلي او الاقليمي، سواء موجودين في مصر او في غير مصر، هم في الاخر مصريين وبيقدروا يحققوا تواجد واسهامات كبيره، بس العدد مش، ما بحسوش نسبه وتناسب مع تعدادنا، مش كفايه. بتمنى يعني في ظل ان بقى في دلوقتي في مصر جامعات اكثر تخصصا في مجالات زي الذكاء الاصطناعي او العلوم المتقدمه، انه يبقى في تركيز اكتر على الاجيال دول ان هم يبقى ليهم اسهامات سواء على النطاق البحثي او التطبيقي او صناعي وكده. طيب احنا كنا لسه بنتكلم عن التنسيق وبدايه التنسيق والثانويه العامه وما بعد الثانويه العامه، ده بالتاكيد هيودينا للمناهج اللي بالتاكيد طبعا مرتبطه بمساله الابحاث العلميه، عشان نشوف بعد كده باحث علمي وحضراتكم تستضيفوه او يكون عنه مقال او خبر او غيره. حضرتك شايف ازاي المناهج موجودة حاليا تقدر فعلا انها تخرج الباحث اللي انا بتكلم عنه؟ الرهان مش على عارف ان حد ياخد مسار يعني ثابت، ان هو زي ما بيطلع سلالم، السلم ده وبعدين سلم ده. العلوم بتتكامل بشكل غير يعني مبهر، ففي ناس ممكن تبقى بتعمل بحوث في الزراعة وبعد كده تركز قوي على الجينات وبعد كده تركز في بحوث الجينات دي فتدخل في مجالات تانية. دكتور إسلام حسين مثلا هو كان كلية طب بيطري وبعد كده ركز على الفيروسات وبعد كده بقى من أهم العلماء والباحثين في الولايات المتحدة في مجال الفيروسات ودراسة الفيروسات. فأنا بحس أنه مع التطور المتلاحق اللي بيحصل في الدنيا سواء على نطاق التكنولوجيا وعلوم الاتصالات أو البحوث الطبية أو العلمية، في تكامل ما بيحصل، ومش دايما الطريق انه حد دخل في مجال فلازم يكمل، مش حد مثلا دكتور هيبقى دكتور مدى الحياه، لا، فرص انه الناس تتعلم باستمرار وانها تعمل شيفت في الكارير بتاعها وتدرس حاجات مكمله لتخصصاتها. انتوا بتتعلموا في كليه علوم ولا ايه؟ ما ضيفتنا اللي قبلك كانت علوم برضو كانت بتتكلم في نفس النقطه. علوم صحيح. لا يعني التعلم باستمرار والرهان على انه الواحد يعني لازم يعني يبقى عنده خبرات مختلفه. مثلا من ضمن الحاجات اللي مبهره جدا لما بتلاقي ناس بتدرس على مواضيع الشعاب المرجانيه بتبقى حاجة إضافية لو هو بيعرف يغوص، فملم برياضة الغوص وملم بده، فبيقدر ان هو حاجة تكميلية بالنسبة له، عنده مرونة كمان، عنده مرونة للتعلم ودي بالزبط. ودي في حد ذاتها يعني جزء مهم جدا في أي شخصية علشان يعرف ينتقل لنجاح ما يتطور. أو لهدف ما ويتطور في المجال اللي هو بيشتغل فيه. نورتنا وشرفتنا ومبروك على الحوار المميز. يعني أعتقد من الصحفيين القليلين اللي يجمعوا ثلاث علماء لنوبل في حوار واحد، يعني فموفق دايما. أستاذ أشرف أمين رئيس القسم العلمي بجريدة الأهرام كان ضيفنا النهاردة.